حتى البساطة في مع شعبان عبد الرحيم طبعا وأمه طبعا والغوايش اللي جايبها حاجة حقيقية. لا، برنامج من لحم ودم. بس الحاجة الجميلة اللي هنعرضها لكم دلوقتي بقى عبد الحليم حافظ ياه، بيتكلم عن أمه. دي أول حلقة على فكرة يا دكتور عمرو، أول حلقة في البرنامج بسمع بالصدفة حوار للأستاذ عبد الحليم صوت أوديو، فلقيته بيقول إن أمه توفت بعد ما ولدته بنص ساعة، وإنه عمره ما عرف كلمة أمي دي ولا يعني إيه أم، وإن أمه الحقيقية هي عليا شبانة. شوف حضرتك. يلا. يمكن النهارده واحنا عايزين نقدم امهات القمم اللي رموز ابداعنا، احترنا انا ومخرج البرنامج الاستاذ نبيل عبد النعيم، قلنا طب نقدم مين؟ ام عبد الوهاب. عارفين كلنا ان عبد الوهاب كان مرتبط جدا بامه، ام احسان عبد القدوس، ام مصطفى امين وعلي امين، واحترنا مش عارفين نقدم مين ولا مين. وفي اول حلقه بالذات اتفقنا ان احنا نقدم قمه يمكن حرمت من الكلمه دي، حرمت منها تقول الست دي امي، حرمت من كلمة ماما. عبد الحليم حافظ. من أول ما شفت الدنيا كانت الأحزان مستنياني، لا أم تضمني في حضنها ولا حد يعتني بيا ولا حتى تعمل أسبوع. بيقولوا إني في أيامي الأولانية ما كنتش بعيط أبدا زي بقية الأطفال، ليل نهار ساكت خالص. المهم ابتدوا ناس كتير يقولوا إني وشي وحش وإن ولادتي هي اللي تسببت في موت أمي. أول ما توفت أمي اتفقوا شوية ستات يموتوني عشان أرتاح ويرتاحوا مني. دخل إسماعيل أخويا عند الستات اللي اتفقوا على إنهم يموتوني. دخلت في الأوضة اللي هي نايمة فيها، لقيت ستات واقفين يعيطهم ويصرخهم، ولقيت الزيطة دي كلها موجودة في الأوضة، والعياط والبكا والصريخ عشان والدتي، وعبد الحليم نايم لا بيعيط ولا بيصرخ ولا بيتحرك. ولقيت واحدة من اللي واقفين بتقول هاتوه عشان نرضعه من أمه عشان يموت. أنا بصيت لقيت نفسي بدون شعور بصرخ وزعق، يابا الحق يابا هنموت عبد الحليم أخويا الحق. فجي قال لي مالك يا اسماعيل في ايه؟ قلت له الست دي اللي واقفه دي عايزه ترضع اخويا من امي عشان يموت، الحقوا يابا نجيه منهم. فراح والدي خاطف اخويا منهم واداهولي وقال لي خد ما تخافش. ستات البلد بقوا يرضعوني دي مره ودي مره لحد ما بقيت اخ في الرضاعه لاكتر اللي كانوا موجودين في الوقت ده. كام يوم كده ورفضت ارضع من حد خالص لحد ما قالوا ده هيموت، لكن والدي الله يرحمه اشترى لي معزة وجابها في البيت عشان ارضع من لبنها. يمكن هو حرم عبد الحليم من امه اللي ولدته، انما ربنا عوضه بام تانية عمرها ما يزيدش عن عمره بسنتين بس. يمكن نفسكم دلوقتي تعرفوا مين هي ام عبد الحليم. وقع عليا عرق خشب من بتوع الخيم اللي في المولد، واتكسرت رجلي الشمال، ومش كده وبس، حصل لي شرخ في العمود الفقري وطبعا رجعت المستشفى. لكن المرة دي مش رجلي في الجبس وبس، لا، 7 شهور نايم على ظهري من غير حركة. الحقيقة 7 شهور دول كانوا أطول من 7 سنين، وفي الفترة دي حسيت باليتم الحقيقي، وخصوصا في أيام الزيارات. إلا أخت عليا منساش أبدا أما بقت تيجي للمستشفى كل يوم ويسمحوا لها بالدخول يا ما يسمحوش، ومنساش أبدا أما بقت تجيب لي معاها نايبي من الأكل اللي في البيت وتأكلني بإيدها، ويا ما صحيت من النوم ولقيتها قاعدة جنبي على سرير المستشفى والدموع في عينيها. الحقيقة يعني المآسي والدرامية في حياتك كبار الفنانين، لما تسمع عبد الحليم بيقول لك كانوا عايزين يموتوني عشان خاطر فاكرين ان هو اللي تسبب في وفاته، وبعدين يقول لك كل اهل البلد رضعوني. انت كمخرج انت اخترت يعني المخرج اختيار، المخرج عين بتلتقط الحاجه
انت بتجيد اللعب على اوتار الانسانيه يا استاذ نبيل، يعني انت عندك الحته الانسانيه، عشان انا يمكن بعرفك انسانيا، انت انسان مرهف الحس، انت من اول حلقه عمال تعيط، فانعكاس الحسيس المرهفه اللي جواك دي واضح ان هي زي ما انت خفيف الظل فبتعرف تختار الافيه الحلو، والله زي ما انت انسان رومانسي بتعرف تختار الحاجه اللي تمس الناس، فاظن ده تكوين مخرج برامج نادر ما بنشوفوش كتير. يعني خليها تكوين انسان مش تكوين مخرج. تكوين انسان يعني ملهاش علاقه، هي الحكايه ورزق ان ربنا سبحانه وتعالى برضك يجيب في طريقك ان انت تسمع حوار زي ده لعبد الحليم وانت بتعمل الست دي امي، ف تلاقيه بيتكلم عن اليتم وبيتكلم ان هو اتحرم من ان كلمه امه، وانه بعد كده اخته اللي اكبر منه بسنتين تبقى هي امه وهي اللي بترعاه. لا انا عايز حضرتك تشوف عليا شبانه وهي بتحكي على رحله الموت وهي مع عبد الحليم في لندن وهم راجعين في الطياره وهي راكبه درجه اولى وهو راجع في صندوق. شوف يلا يلا لحظه فرائي دي كانت دخلت المستشفى لقيت سكوت نهل قاعده مرات عبد الوهاب وشحاته ابن خالته ومجد العمروسي مش عارفه مين وشحاته سمع عياطه في اوضه تانيه. دخلت لقيته نايم لابس الجلابيه البيضه وسر الله طلع ونام كده مبتسم، بوسته من راسه لصوابع رجليه قلت له استودعتك عند الله يا عبد الله. حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السجد وحيد. طب ده انا بقيت وانا راجع اقول يا رب الطايره تقلب بينا واحنا راجعين واحنا اقول له بقى انت في صندوق العفش وانا قاعده في درجه اولى. حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك ايدك كلامك ضحكة شايفك شايف سلامك. شعور صعب جدا انها بتحكي على ابنها اللي هو اخوها الصغير، يعني يمكن احنا بنتكلم النهارده ذكرى عبد الحليم خلال ايام الله يرحمه الشهر ده 30 مارس يعني. ف الحقيقه برضو في